الإرهاق والشد عضلي طبعا سبق المباريات في تصفية كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 يعني فترة ممكن استرداد الأنفاس واستعادة الإمكانيات هذا إعادة الهدف الثالث من كرة مخالفة مباشرة من سايدي تي بازوكيزا كرة مباشرة قلت هذه الكرات اللي ما يحبهاش حراس المرمى عملت ربون ضربت في أرضية الملعب قبل أن تفاجئ حارس الموريتاني لاموري دياو هدف ثالث كان في دقيقة 55 يسجل ذهابا وإيابا انتبه بازوكيزا في شباك المنتخب الموريتاني كان صاحب هدف التعادل في مباراة الذهاب يعني قلت كذلك مهم جدا ان السبق والارهاق والايقاع بالنسبه للمباريات خاصه مع طول الرحلات داخل القاره الافريقيه والتنقلات يعني المنتخب الموريتاني كان لعب مباراته في نواكشوط في 11 يوم الاربعاء بعد 3 ايام يلعب مباراه العوده في بوجمبوره يعني تنقل رحلة أكيد دامت لساعات وتأثيرها مع الأعداد في هذا اللقاء واسترجاع طبعا الإمكانيات بعد مباراة الذهاب هذا إشكال من الإشكالات قلت خاصة طول التنقل داخل القارة الإفريقية منتخب المغربي كذلك اللي مشيت حول لملاقاة منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى في سنة الثلاثاء تونس كذلك لتتحول لملاقاة تنزانيا في دار السلام 3 دقائق سيضيف الحكم موريس 3-1 مشترك كرام لمنتخب بولندا هذه كرة والتصويب بعيدة من حميد تانجي 55 وكان بالجماهير البولندية اتمانت على مسير المباراة وبدأت بمغادرة ما نقولش مدرجات يعني بدأت بمغادرة ملعب إيتواري ممكن مدرجات في الجهة المقابل هناك ممكن مدرجات في الجهة المقابل تمشي كرة في بداية هجوم المنتخب الموريتاني يلعب آخر محاولاته هو ترويج لم يكن موفق ضاعت رمية تماس لمنتخب بوروندي ترجع كرة من إيميري الوضعية في هذه المجموعة الخامسة تصبح كالآتي مشاركة الكرام